بدأ وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي خلال الفترة الحالية مرحلة جديدة مع أسود أطلس لإعدادهم للمزيد من التألق وحصد البطولات في الفترة المقبلة، ويأتي ذلك بعد الإنجاز التاريخي المتحقق في النسخة الأخيرة من المونديال، إلا أن عدداً من الملفات الشائكة يؤرق الركراكي قبل المواجهة المرتقبة أمام البرازيل. حقق وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي نجاحاً باهراً خلال الفترة الماضية رغم توليه القيادة في وقت صعب للغاية مع انطلاق كأس العالم لعام 2022، وتولى الركراكي المهمة خلفاً للبوسني وحيد خليلوزيتش قبل أقل من شهرين من انطلاق بطولة كأس العالم لعام 2022 في قطر ليبدأ رحلة كتابة التاريخ. احتل المنتخب المغربي المركز الرابع في نهاية رحلة كأس العالم ليكون المنتخب العربي والإفريقي الأول الذي يصل إلى هذا المكان مناطحاً كبار العالم. الركراكي أبدى إبداعاً فنياً كبيراً بداية من اختيار القائمة التي شاركت في كأس العالم وصولاً إلى الأداء المثالي لأسود الأطلس في مواجهة أكبر منتخبات العالم. وبدأ الركراكي مرحلة جديدة مباشرة عقب المونديال ليعد أسود الأطلس لحصد البطولات والاستمرار الإنجازات التاريخية مع اقتراب منافسة كأس الأمم الإفريقية لعام 2023. ويستعد المنتخب المغربي لخوض مواجهة ودية مرتقبة أمام المنتخب البرازيلي في إطار الاستعداد لاستئناف التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية. وأمام الركراكي العديد من الملفات الشائكة التي يسعى لحسمها قبل مواجهة البرازيل، وفي مقدمتها التفكير في استدعاء الحرس القديم لاختبارهم في هذه المباراة. ومن بين الأسماء التي يفكر فيها الركراكي الإخوان سامي وريان مياه بعد غيابهما عن كأس العالم الأخير رغم مشاركتهما في التصفيات، بالإضافة إلى عمران لوزان لاعب واتفورد الإنجليزي وآدم ماسينا لاعب أودينيز الإيطالي بعد غيابهما عن المونديال للإصابة. وتؤرق لعنة الإصابات المدير الفني للمنتخب المغربي إذ غاب عدد من النجوم المشاركين في كأس العالم الأخيرة عن الملاعب بسبب الإصابات، وعلى رأس الغائبين أشرف حكيمي الذي لم يخوض المباريات الثلاثة الأخيرة من باريس سان جيرمان بسبب الإصابة، إلى جانب نصير مزراوي الذي يغيب عن الملاعب منذ نهاية المونديال، وكذلك سوفيان بوفال الغائب منذ ثلاثة أسابيع. ولم يغفل الركراكي عن ملف الشباب مزدوجي الجنسية إذ يسعى بالتعاون مع الجامعة المغربية للتحرك لاصطياد المواهب القوية من بين هؤلاء. ويأتي على رأس القائمة عبد الله ريحاني نجم أتلتيكو مدريد والذي أبدى استعداداً لتمثيل أسود الأطلس مفضلاً المغرب على المنتخب الإسباني الذي حاول ضمه في أكثر من مناسبة، إلى جانب مدافع يونيون ساند جلواز البلجيكي إسماعيل قندوس والذي يسعى الركراكي لضمه لتأمين مستقبل الخط الدفاعي في صفوف المنتخب المغربي.